مساء الفل عليك كابتن اسلام، مساء الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. سعداء وانا سعيد بالتواجد مع الكابتن اسلام في مرحله كلنا سعداء بيها كجماهير النادي الاهلي. هنتكلم ان شاء الله النهارده بالتفاصيل عن بعثتنا، اخبارها، تفاصيلها، كمان كلنا منتظرين من بعد نتيجه طبعا مباراه النادي الاهلي مع سياتل والفوز والوصول لقبل نهائي المونديال. كلنا منتظرين، كل الاهلاويه بل كل المصريين بل كل العرب منتظر ان شاء الله لقاء العمالقه. انا دايما بسميه لقاء الكبار، او يعني زي ما بيقولوا كده لقاء العظماء. النادي الاهلي امام مباراه تاريخيه كابتن اسلام، امام حقيقي ريال مدريد يوم الاربع. بتتكلم على بطلين على مستوى القاري، البطل القاري القاره الافريقيه والبطل القاره الاوروبي. مباراة للتاريخ زي ما بنتكلم، مباراة رسمية في إطار رسمي. النادي الأهلي يمكن قابل ريال مدريد قبل كده، ولكن ليها طعم خاص وليها مذاق خاص.